صراحه جلاله الملك دائما سبق بمثل هذه المبادرات ودائما تفكر في المواطن المغربي وتهتم به، خصوصا الجائحه اللي عرفت واحد التدهور كبير خصوصا الناحيه ديال الفئه الهشه. دونك هذا خبر ربما في ظل هاد الموجه الثانيه ديال كورونا وهاد اللقاحات المتعدده، ربما هو فرحه عيد نقدر نعتبره عيد للمغاربه، لانه كانوا تيفكروا بان الامكانيات ما عندوش وكانت باغي ديال اللقاح ولكن ما كاينش امكانيات. دونك ملي جا هذا البلاغ ديال صاحب جلاله الملك محمد السيد نصر الله، دونك اضاف واحد شويه من الطمانينه لدى الشعب المغربي، وهذا ماشي غريب على جلاله الملك، ودائما سباق ودائما ولد الشعب وتفكر للشعب وحفظه الله ونصره. الحمد لله هذه مبادره كبيره، تنشكر عليها صاحب الجلاله لان تفتح المجال لمجموعه ديال الناس الامكانيات ديالهم ضعيفه واللي ما عندهمش امكانيه انهم يقتنيوا هذا اللقاح هذا، والحمد لله فبفضل صاحب الجلاله ان تمكننا نقضيو على هذا الوباء هذا بهذا اللقاح هذا. تنظن بان مبادره اولى، لان قبل ما يبدا هذا الموضوع ديال اللقاح فسمعنا بان صاحب الجلاله دار المبادره، وكانت مبادره الحمد لله بحال اللي تنشوفوا، فإلا كانت غادي تكون يعني الأهمية ديالها بالنسبة للمواطن، فنتمنوا أنها تقضي على هذا الوباء، ونتمنوا تنشكروا صاحب الجلالة على المبادرة ديالو. أنا أفتكر أنه يعني قرار صائب وكلام جميل جدا، وأتمنى أنه يعني بقية الدول العربية يحزوا نفس الحزو، وعلى أساس أنه يعني جميع كل الطبقات تتمكن يعني من اللقاح، وإن شاء الله يعني يكون في نتائج كويسة وإيجابية يعني. توقع ذلك يعني، وده ما نرجوه نحن كعرب يعني، فإن شاء الله يعني يصير خير، ونتمنى إنه هذه الجائحة يعني تزول في أقرب وقت، والناس تنعم بصحة وعافية وحياة مستقرة بعيدة عن الخوف. أنا بالنسبة لي كتجربة تنشوف بأنها بادرة مزيانة. إلا شفنا تقريبا هذه قربنا نكملوا عام وحنايا في هذه البانديمي، وماشي غير في المغرب يعني في العالم كامل كان زعما مشكل، فريمون مشكل. بالنسبه للسؤال ديالكم قلتي لي الفاكسان مجاني، هو في الحقيقه خصو يكون مجاني بالنسبه للساكنه ديال المغرب كامله، وكما قلت غادي تكون واحد البادره اللي هي زوينه بزاف، وغادي تعاون حتى الا بغينا نشوفوا حتى من الناحيه الاقتصاديه، الى الفاكسان مشى مزيان وحنا كمغاربه تقبلناه العجله الاقتصاديه غادي تدور مزيان، وحتى من الجانب النفساني تخيل معايا بانني انا غادي نعرف باننا غدا غادي ندير فاكسان، غادي نخرج مرتاح. الناس اللي كما قلت الناس ديال الاقتصاد البيع والشراء، انت تشوف دابا الرباط الحال ديال الرباط ماشي بحال اللي كيف كان، فهمتي يعني الا كان فاكسان بالنسبه لي انا يا مستعد ليه وفرحان باش نتلقاه، الا كنت مواطن كاول مواطن نتلقى هذا الفاكسان، هذا بالنسبه لي شيء جميل جدا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.